بداية البرنامج الوطني لمكافحة التستر، هذا البرنامج الطموح الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني بالاشتراك مع 10 جهات حكومية ذات علاقة، يعتبر واحدا من البرامج الوطنية الطموحة ذات الأهمية والاستراتيجية الفائقة على المدى القريب والبعيد. بكل تأكيد البرنامج جاء بناء على استشعار خطورة التستر التجاري في إطار منظومة بناء الخطط الاقتصادية المتينة التي يجب أن تتكئ على وضوح الرؤية والشفافية والأرقام والمسارات التجارية وأيضا خطط المداخيل المالية وقراءة المدى في هذا الاتجاه. بلا شك التستر التجاري يمثل معول هدم ينخر في جسد المقدرات الوطنية بأساليب ضمنية غير معلنة، وبالتالي هذا البرنامج الطموح جاء ليعالج هذه الممارسة الغير منضبطة وهذا التعاطي غير الإيجابي لمعالجة الوضع الاقتصادي والقضاء على التستر. نعم. طيب القطاع الخاص التجاري كيف تجاوب برأيك ومن رصدك مع برنامج مكافحة التستر والدعوة التي تقوم بها وزارة التجارة؟ نعم، يجب أولا أن نشيد بالآلية تبني هذا البرنامج الوطني الطموح. المزايا المطروحة من خلال هذا البرنامج من خلال العرض بطريقة مثالية وعبر مراحل نوعية استهدفت بالدرجة الأولى رفع مستوى الوعي بأخطار التستر لدى الممارسين ولدى المواطنين وأيضا المقيمين على حد سواء. أيضا البرنامج ركز على استحضار المسؤولية الوطنية والتكامل والتناغم والانصهار أيضا بين مختلف القطاعات لتشكيل توجهات مثالية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني نحو استدامة مالية رافدة للبترول. أنتم في الغرفة التجارية، ما هو دوركم في مجال مكافحة التستر وهذا البرنامج؟ طبعا النتائج والخيارات المطروحة الستة التي طرحتها وزارة التجارة فيما يخص هذه الحملة التصحيحية أسهمت وإلى حد كبير في تقبل الخطوة وتفهمها وتعاطيها كخيار استراتيجي متفرد يقدم حلولا إيجابية للمستثمر والمقيم على حد سواء. أيضا الجوانب الأخرى ذات التحليل النوعي والتعاطي الإيجابي والمعرفي للبرنامج. نحن في الغرفة التجارية الصناعية، وأتحدث عن غرفة القصيم، نحن جزء من منظومة وآلية التنفيذ لهذا البرنامج الوطني، وبالتالي في غرفة القصيم نفذنا أو تعاملنا مع البرنامج من خلال 4 اتجاهات. الاتجاه الأول هو تشكيل لجنة مكافحة التستر في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، يرأسها سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية مجموعة من أعضاء المجلس وأصحاب الاختصاص من جهات أخرى. هذه اللجنة عملت على إيجاد خطة لمعرفة أكثر القطاعات استشراء وتوسعا في مجال التستر التجاري وتحديدها وتقديم الحلول لها. المسار الثاني الذي تعاملت معه الغرفة هو المنصة الإعلامية للغرفة وتقديم التوعية بخطورة التستر والإجراءات التي يجب أن يقوم بها المستثمر وقطاع التجارة وأيضا المقيمين. المسار الثالث ورش العمل واللقاءات والندوات التي استضافتها الغرفة ونفذت في إطار تعزيز الشراكة الإيجابية في تحقيق أهداف هذا البرنامج. أخيرا أيضا تم تخصيص موظف على مدار الدوام الرسمي في خدمة العملاء لتقديم الخدمات واستقبال الراغبين في التصحيح.